باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها، آمين. تقصر أعيادنا في هذا الأسبوع، تقبلنا جريح الروح القدس ليمثل حضور الله في الكنيسة مدى الأيام. هو الذي يعمل ويقود الكنيسة ويعطينا بركات واستحقاق الخلاص العظيم الذي حققه لنا من خلال الأسرار المقدسة. وإن كانت الأسرار الكنسية هي الخدمات اللي بينا ننال الخلاص، كما كان هو إن السر المعبودية هو باب الأسرار، وآخر سر هو سر التهنون، نسميه ذاك الأسرار، والذي يعمل في كل هذه الأسرار هو روح الله القدوس، يعمل في الكنيسة مدى الأيام من خلال هذه الأسرار المقدسة. فهو اختار أن يكون هناك تلاميذ ورسل ينالوا نعمة خاصة من الروح القدس يخدموا بها الكنيسة، ويستمر هذا العمل مدى الأجيال يسلم دين. فالدرجة الرسولية هي وصف الدرجات الكهنوتية، كمال الكهنوت هو من آباء الرسل ومن يطلبهم، وهي هم الذين في درجة الأسقفية. يجتمع اليوم عدة أفراح، نحتفل بعيد رئيس الملائكة الجليل الثقيل أيضا، وفي نفس اليوم أيضا نحتفل مع المطران بملائكة جدد ضمهم لمجمعنا المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية. هم بتقول ملائكة مش أنا اللي بسميهم، ربنا يسوع المسيح له الملك، كما قال في سفر الرؤيا: اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، إلى ملاك كنيسة سميرنا، وهكذا. فسمى أسقف كل كنيسة بالملاك، وهذه التسمية لها معناها ومغزاها. فكلمة ملاك يعني رسول، وهو امتداد لعمل الآباء الرسل. عشان كده دايما الآباء الأساقفة يرسموا بعد سفر أعمال الرسل على طول، باعتبار ان هم امتداد لعمل الآباء الرسل. والملائكة كما يقول الكتاب عنهم: صنع ملائكته أرواحا وقدامه نار تلتهب، يكون ملتهبين نارا، لا يدخلهم شيء غير خدمة إلهه وما يرضيه. فترتيب جميل شاء الله فينا أن نجتمع احتفالنا برئيس الملائكة الجليل الثقيل، احتفلنا بآبائنا الأساقفة الجدد أو الملائكة الجدد. ودي حاجة بنشكر ربنا عليها، اللي هو مازال يعمل في الكنيسة، وبنشكر فيها كل الآباء الأفاضل اللي بيرعوا
يربوا يطلعوا أجيال تحمل المسؤولية. ونشكر روح الله القدوس الذي يرشد أبينا وحبيبنا قداسة البابا طرادروس لاختيار من يصبح بهذه الدرجة إن يظل ونشكر الله للكنيسة
ابن هذه الإبرشية وابن هذه الكنيسة التي نحن فيها. فعشان كده احنا الرحمانين بنسامحه ونطلب من ربنا ان يسنده ويثمر بيه ويفرحه بثمر نعمته. واكيد هو برضه مش هيتسامح صلاته ومش هينسى ذكرياته في هذا المكان وهيصلي من اجلنا كلنا. ونقول له سيدنا ياخدك روحك كندا وتقعد هناك، لكن اعتبر دايما ان ليك مقر في مصر في الكنيسه اللي اتكلمت فيها مكانك ومقرك. تشرفنا دايما. انا مش هطول عليكم، لكن هضرب وبعد كده